قصة من القصص الواقعية اللي أنا يمكن يعني عصرت شوية من أحداثها. قصة سيدة هي كانت تزوجت في أول حياتها وخلفت يعني بنت، وبعد كده ربنا ما كتب لهاش إنها تستمر في جوازها واتطلقت، وبعد كده ربنا كتب لها إنها تقابل حد تاني وتحبه وتتجوزه وتخلف منه تاني. وبعد سنين من الجواز هي كانت واحدة لو بروفايل جدا، بتاعت بيتها، تحب جوزها جدا، يعني الناس اللي تحبي على بيتها كده، وتربي ولادها مع بعض ومكبراهم كلهم اخوات مع بعض وبيحبوا بعض، بتشتغل برا بس مش مقصرة في بيتها، بتصرف، يمكن تكون كانت بتصرف في البيت كل دخلها، كل حاجتها، كل فلوسها اللي داخله لها البيت او من شغلها بتصرفها وبتحطها في البيت، يعني بتدفع اقساط، بتعمل كل حاجه كانت مطلوبه منها، لغايه اما بنتها كبرت وفجأة جوزها يعني ايه بدأ يضيق ببنتها. البنات لما بتكبر تدخل بقى الثانوي والجامعة بتبقى يعني ليها شخصية منفردة، عايزة تقفل على نفسها أوضتها، مش عايزة تختلط بجوز مامتها مثلا كتير، فجوز مامتها بدأ يتضايق، هو عايزها طول النهار مثلا تعمل له شاي، تنزل تشتري له سجاير، تنزل تعمل له مش عارفة ايه. البنت حست انها كبيرة، لا مش عايزة تنزل في حتة مثلا ممكن تبقى تنزل الشارع تشتري سجاير وهي كبيرة كده بنوتة. المهم يعني حصلت مشاكل، وفجأة قرر الزوج ان هو مش عايز البنت تعيش معاه. طيب نعمل ايه؟ لا البنت ما تعيش معانا، تروح تعيش بعيد. فالزوجة ما اقدرش اسيب بنتي وهي كبيرة وعروسة وحلوة كده، ما اقدرش اسيبها، ما اقدرش اتخلى عنها. لا هو كده حياتك معايا مرتبطة بانك لازم تتخلي عن بنتك، تروح تعيش عند جدتها، تروح تعيش اجر لها شقه تعيش فيها لوحدها، بيروح يشقري عليها وتعالي. والموضوع وقف عند النقطه دي. الزوجه بتحب الزوج وباقي عليه وعايزه تكمل معاه، بس عايزه بنتها في حضنها ابدا. هو كده يا كده يا مفيش دخول، انت تدخلي البيت انما بنتك لا. طيب انت بتحطني في اختيار صعب. هو كده اختارت بنتها، قالت له مش قادرة انا، معلش مع احترامي، مش بعد ما بنتي تبقى عروسة وحلوة كده هرميها وهسيبها واكمل حياتي من غيرها. والله هو ده اللي عندي، بنتك ما تقعدش معانا في البيت وكده. اضطرت قالت لا خلاص مش هقدر اكمل كده، وهضطر اطلب الطلاق بما ان انت حاطط العقده في المنشار. فبدات تواجه بكلام من عينه انها مش بنت اصول. وهنا دي نقطه الفاصله اللي احنا عايزين نتكلم عنها في برنامجنا. فكره مين هي بنت الاصول؟ يعني بنت الاصول اللي شالتنا طول عمرها، اللي ما اشتكتش، اللي ما تذمرتش، اللي ما قالتش كلمه وحشه عنك طول عمرها لمجرد انها اختارت بنتها، انها مش عايزه ترمي بنتها في الشارع، بقت تتهم انها مش بنت اصول. النقطه اللي احنا عايزين نتكلم عنها انه اي ست بتوصل لمرحله بعد مثلا علاقه طويله، لمرحله انها مثلا تتضرب، انها تتعامل معاملة سيئة، انها تتهان، انها كذا، بمجرد ما تقول لا انا اسفة انا عايزة امشي، انا مش قادرة اكمل بالتعنت الفظيع ده، فتتهم انت مش بنت اصول. يعني ليه؟ ليه فكرة انه بنت الاصول هي اللي لازم تستحمل وتاخد او تاخد على دماغها او تستحمل كل انواع الاهانات وكده تبقى بنت اصول، اي حاجة تانية تعترض عليها تبقى مش بنت اصول. مين هي بنت الاصول؟ ليه لما واحدة تتطلق يقولك ما اصلها سابت جوزها وبتاع ومش بنت اصول؟ اللي تستحمل الاهانة وكده، معلش اصلها بنت اصول، معلش عشان خاطر ولادها، اصلها ضحت عشان خاطر ولادها، دي بنت اصول. مين قال؟ مين قال التعريف ده؟ ليه وصلنا لهذه النقطة؟